أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نعيش اليوم مع المحاضرة الثالثة من محاضرات الثقافة الإسلامية، ونحن على موعد مع المبحث الثاني والذي بعنوان العقيدة الإسلامية. عقيدة الإسلامية. في البداية يذكر الكاتب ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل الكون أزلي قديم أم هو مخلوق؟ نحن نعلم أن الكون مخلوق، خلقه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن الكون مخلوق وليس أزليا. السؤال الثاني: هل الإنسان أزلي أم مخلوق؟ الإنسان، الإجابة على هذا السؤال أن الإنسان مخلوق وليس أزليا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن الإنسان مخلوق وليس أزليا. السؤال الثالث: الله تبارك وتعالى جل جلاله، هل هو أزلي أم مخلوق؟ الله عز وجل أزلي، ليس قبله شيء وليس بعده شيء، هو الذي علا في دنوه والذي دنا في علوه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى أزلي. هذه كانت مقدمة عبارة عن ثلاثة أسئلة. بعد ذلك يذكر لنا الكاتب شروط العقيدة الإسلامية الصحيحة، ولها شرطان. العقيدة الإسلامية الصحيحة لها شرطان. الشرط الأول: أن تكون متفقة مع العقل. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الشرط الثاني: أن تكون موافقة لفطرة الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أتي بعد ذلك إلى تعريف العقيدة الإسلامية في الاصطلاح. كما قلت في البداية، نحن لا نلقي بالا في بالنسبة للتعريف اللغوي، نهتم فقط بالتعريف الاصطلاحي. ما تعريف العقيدة في الاصطلاح؟ كما ذكر العلماء، قالوا: العقيدة هي التصور اليقين عن الله تبارك وتعالى وعن الكون والإنسان والحياة. كمان مرة: تصور اليقين عن الله الخالق سبحانه وتعالى وعن الكون والإنسان والحياة، هذا نسميه العقيدة في الاصطلاح. وأركان العقيدة، بعد ذلك يذكر الكاتب أركان العقيدة اللي احنا بنسميها أركان الإيمان، وهي ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان الستة. ويبدأ الكاتب بعد ذلك في شرح كل ركن على حدة، فيقول: بالنسبة للإيمان بالله سبحانه وتعالى، بعرف أن الإيمان يقول ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل. ويذكر بعد ذلك الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، ويوجد ثلاثة أدلة على وجود الله عز وجل. الدليل الأول: دليل الخلق والقدرة. ويوجد لكل دليل دليلان: دليل نقلي ودليل عقلي. الدليل النقلي يعني ما نأخذه من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، نسميه دليل نقلي. الدليل العقلي يعني ما يستنبطه العقل استنباطا.
إذن يوجد ثلاثة أدلة على وجود الله: أولاً دليل الخلق والقدرة، ثانياً دليل العناية والرعاية، ثالثاً دليل الهداية. وكما قلت، كل دليل من هذه الأدلة ثلاثة له دليلان: دليل نقلي يعني من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، ودليل عقلي تستنبطه بعقلك. ثم هذا بالنسبة للركن الأول وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة الكرام. والمقصود بالإيمان بالملائكة الكرام هو الاعتقاد الجازم بأن لله تبارك وتعالى ملائكة موجودين مخلوقين من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أن الله تعالى خلق الملائكة من نور، وخلق الجنة من مارج من نار، وخلق آدم من تراب. أيهما خلق أولا، آدم أم الملائكة؟ الملائكة خلقت أولا، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. حقيقة الملائكة هم جند الله المنفذون لأوامره، المسبحون بحمده، الحاملون لعرشه، المنزلون على الأنبياء والرسل، المستغفرون لعباده، الملازمون للإنسان الذين لا يفارقونه إلا عند دخول بيت الخلاء. أوصاف الملائكة: الملائكة لهم أجنحة يتفاوتون في أعدادها. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح قد ملأ الأفق، يعني أينما تنظر فإنك لا ترى إلا جبريل. عدد الملائكة لا يحصى عددهم، ولا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. والملائكة يعتبرون يعني جندا من جنود الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. حكم إنكار وجود الملائكة: الذي ينكر وجود الملائكة فهو كافر كما ذكر العلماء. هذا بالنسبة للإيمان بالملائكة باختصار. الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب السماوية. تعريفه: الاعتقاد الجازم بأن هناك كتبا سماوية أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله. والكتب كثيرة، لكن نحن لا نعلم إلا ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. إذ نعلم أن التوراة أنزلها على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزله على عيسى عليه السلام، والزبور أنزله على داود عليه السلام، والصحف على إبراهيم وموسى عليهما السلام، والقرآن الكريم أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي المميزات التي تميز بها القرآن الكريم عن باقي الكتب السماوية؟ وهذه نقطة مهمة يجب على الجميع أن يحفظها وأن يفهمها. هناك يعني عدد من المميزات. أولا، أنزله الله، يعني القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى كافة للعالمين، حيث قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اثنين، تضمنه خلاصة التعاليم الإلهية، يعني القرآن الكريم يوجد فيه خلاصة لكل الكتب
السماوية التي أنزلها الله قبل القرآن الكريم. ثلاثة، القرآن الكريم هو الكتاب الرباني الوحيد الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، حيث قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يستطيع أحد من البشر أن يغير أو يبدل شيئا من القرآن الكريم، لأنه أي القرآن الكريم محفوظ في الصدور ومحفوظ على السطور. أربعة، القرآن الكريم مهيمنا على الكتب السماوية السابقة. خمسة، القرآن الكريم تناول أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، كما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: من أراد الدنيا، يعني من أراد سعادة الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد سعادة الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. هذا بالنسبة للركن الثالث. نأتي إلى الركن الرابع، وهو الإيمان بالرسل، والمقصود بذلك هو الاعتقاد الجازم بأن لله تعالى رسلا أرسلهم لهداية الناس. وهنا الكاتب يعطي ويفرق لنا ما بين النبي والرسول، فيقول: النبي، يعني تعريف النبي، هو من أوحى الله تعالى له بالنبوة ولم يكلفه بالتبليغ ودعوة قومه. يعني بيكون النبي رجل صالح، الله تبارك وتعالى يختاره من بين الناس. أما الرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، يعني الرسول يجب أن يبلغ الرسالة إلى قومه. وفي قاعدة في العقيدة تقول: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وليس كل نبي رسولا، يعني الرسول أعلى رتبة من النبي. هل تعطى النبوة للنساء وللملائكة؟ لا، لا تعطى النبوة لا للنساء ولا للملائكة، بل تعطى للرجال فقط، لأنها عبء ثقيل وأمر يعني خطير لا تستطيع النساء حمله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية واضحة بمنطوقها، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل الرسالة تكتسب اكتسابا؟ لا، الرسالة لا تكتسب اكتسابا، بل هي تكريم وهبة واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هل الأنبياء والرسل معصومون من الخطأ والنقيصة؟ نعم، هم معصومون من الخطأ، وعلينا أن نعتقد اعتقادا جازما بأنهم أكمل خلق الله علما وعملا، وأن الله تعالى عصمهم ونزههم عن الكذب والخيانة والكتمان والتقصير في التبليغ وعن الكبائر والصغائر، لكن تقع منهم بعض الزلات والخطيئات، أي العثرات البسيطة
كما حصل لآدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة على وجه النسيان. لكن في نقطة مهمة، لا يقرون علي، بل يوفقون للتوبة منها، وهم معصومون من أي نقيصة تقدح فيهم. حكم من أنكر رسالة أحد من الرسل يعتبر كافرا بالإجماع كما ذكر العلماء. أما نأتي الآن إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. تعريفه يعني هو الاعتقاد الجازم والتصديق الكامل باليوم الآخر الذي يبعث الله تعالى فيه الناس من القبور، أي أننا سنبعث من قبورنا يوم القيامة. نحن كمؤمنين نؤمن إيمانا جازما أننا سنخرج من قبورنا للحشر وللنشر وللحساب، ثم بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإن شاء الله تعالى المؤمنون يكونون من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هناك أحداث وأهوال وتغيرات تحدث في الكون عند قيام الساعة، قبل قيام الساعة. والأصل هنا الكاتب يذكر لنا يعني علامات أو بعض علامات القيامة الصغرى وبعض علامات القيامة الكبرى، لأنه نعلم علم اليقين أنه في هناك في علامات قيامة صغرى وعلامات قيامة كبرى، وهذا يحتاج إلى تفصيل وإلى محاضرات. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات القيامة الصغرى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى هكذا. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من علامات القيامة الصغرى. لكن وكذلك انشقاق القمر من علامات القيامة الصغرى، حيث انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصفين، وكما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهناك ذكر العلماء عشرات العلامات الصغرى للقيامة. لكن يوجد بعد ذلك 10 علامات كبرى للقيامة. والعلامات الكبرى إذا ظهرت علامة فإن العلامات الأخرى تأتي سريعا بعدها، كالصبحة إذا قص الواحد منا الحبل أو الخيط فكل ينزل بعد ذلك، وتتتابع العلامات واحدة تلو الأخرى. واختلف العلماء في ما هي أول علامة من علامات القيامة الكبرى. المهم إنه العلامات الكبرى منها يعني نزول عيسى عليه السلام، وخروج ظهور الدجال، ويأجوج ومأجوج، والدابة التي تكلم الناس، وطلوع الشمس من المغرب يعني في نصبح، وإذا بالشمس تطلع من عند الزعارب تجاه المقبرة، من هناك تظهر الشمس. فإذا طلعت الشمس من المغرب فلا توبة. النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا وذكر لنا أن التوبة تقبل إلا في حالتين. إيش الحالتين؟ ما هما الحالتان؟ الحالة الأولى إذا غرغر الإنسان يعني في لحظات خروج الروح، فيش توبة، لا تقبل التوبة على الإطلاق. والحالة الثانية التي لا تقبل فيها التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، كما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك من علامات القيامة الكبرى ثلاثة خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وكذلك من علامات القيامة الكبرى نار تخرج من عدن من اليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر، يعني إلى أرض فلسطين. هذه يعني معظم علامات القيامة الكبرى، معظم علامات القيامة الكبرى. وفي يوم القيامة الله عز وجل ماذا قال؟ قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني وتبدل السماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. واليوم القيامة لن تقوم القيامة إلا في يوم الجمعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله تعالى أخفى أي جمعة، الله أعلم، فإذا أخفى ذلك الحكمة من إخفاء الله، من إخفاء الله تعالى الساعة عن الناس، أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية حتى يكون الواحد منا مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى. والإنسان كما نعلم إذا مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته كما وضح لنا العلماء. حكم من ينكر اليوم الآخر أيضا يعتبر كافرا بالإجماع كما ذكر العلماء. هذا بالنسبة له الركن، إيش الركن الخامس من أركان الإيمان. أما نأتي الآن إلى الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الركن الأخير، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر، وتعريفه اصطلاحا، تعريف القدر اصطلاحا، هو علم الله تبارك وتعالى وإرادته أزلا للأشياء قبل وجودها، أو في تعريف آخر، أو هو علم الله بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. يعني يوجد تعريفان في الاصطلاح للقدر. هو الأول هو علم الله تبارك وتعالى وإرادته أزلا للأشياء قبل وجودها، يعني الله يعلم بالأشياء قبل وجودها، ليس كما يقول بعض الجهلة أن الله لا يعلم إلا بعد وجود. أو هو علم الله بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. تعريف القضاء في الاصطلاح هو إيجاد الله تبارك وتعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. إيجاد الله تبارك وتعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. لكن في نقطة بدنا نفهمها جيدا في هذا الموضوع، وهو: هل يصح للإنسان أن ينحرف وأن يرتكب المعاصي والموبقات وبعد ذلك يعتذر بالقدر؟ لا يصح، لا يصح على الإطلاق، وهذا جهل فاضح وافتراء على الله تبارك وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده إلا الخير، ولا يرضى منهم الكفر والفسوق والعصيان. يروى أن لصا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سرق، فضبط بعد ذلك وذهب به إلى عمر بن الخطاب، فسأله: لماذا سرقت؟ فقال له: قدر الله لي السرقة، يعني الله قدر لي ناس. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال لأصحابه: اقطعوا يده مقابل السرقة، واجلدوه 30 جلدة مقابل أنه كذب على الله، لأن الله تعالى لا يأمر بالمنكر، ولا يأمر بالسرقة، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يأمر بالمعصية على الإطلاق، فهذا افتراء على الله تبارك وتعالى. نريد أن نعي هذا الكلام جيدا. ثم يقول الكاتب
قبل أن ينهي هذا المبحث يقول: أيهما يسبق، القدر أم القضاء؟ فيقول: القدر سابق والقضاء لاحق، القدر تصميم والقضاء تنفيذ، القدر تدبير والقضاء حكم، القدر أسباب أوجدها الله تعالى في مخلوقاته، والقضاء مسببات من التقاء الأشياء مثل أوجد الله تعالى القدرة في النار على الإحراق وهذا قدر، وأوجد الله تبارك وتعالى في الأوراق خاصية الاحتراق وهذا قدر، فإذا اقتربت النار من الورق حصل الاحتراق، يعني قدر مع قدر يكون القضاء، يكون القضاء. هل القدر يرد؟ القدر يرد بقدر، القدر يرد بقدر ويرد بالدعاء كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القدر ينزل والدعاء يصعد فيعتركان في ما بين السماء والأرض كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى يعتركان؟ يتصارعان، يتصارع القدر مع الدعاء، فمن الذي ينتصر؟ من الذي يفوز؟ فيفوز الدعاء على القدر فلا ينزل على الأرض. فعلينا أن نكثر من الدعاء إلى الله تبارك وتعالى حتى يبعد عنا البلاء والوباء والغلاء إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكون من عباد الله الصالحين المخلصين. أكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة.